أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين. إذا نناقش في ملفنا الثاني عن الآثار التي تستهدف في العراق وملفات الفساد التي تصاحبها. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفنا من أمستردام عبر سكايب الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. أهلا بكم. مساء الخير. مساء النور أستاذ مظفر. كيف تفسر ظاهرة استهداف الآثار والمناطق القديمة في الموصل والنجف؟ بالبداية لمحة بسيطة عن المستهدف في الموصل وفي مدينة النجف. نعم. مدينة الموصل هذا السور القديم أعتقد مبني بالسنة 507 قبل الميلاد عن طريق الملك سنحاريب في مدينة نينوى اللي هي شرق مدينة الموصل حاليا. طول 12 كيلومتر مستطيل يحمي المدينة، يحتوي على 15 بوابة. تم العثور على 5 بوابات منها. والمدينة طارات النجف في مدينة النجف هذه عبارة عن كهوف غرف مبنية بصورة هندسية يعني عجيبة غريبة لا يعرف من بناها. بصراحة هذا امتداد هو لعمل الميليشيات من سنة 2003 إلى حد الآن في تهديم وتخريب الآثار العراقية، وهو امتداد لورقة تخريب الاقتصاد وتخريب تاريخ العراق اللي هو ابتدى بال 1991. سيد مظفر، تحدثت عن هذا السور، أين مصير هذه البقايا؟ هل تم الاحتفاظ بها على الأقل؟ لا، لم يتم الاحتفاظ به. هو قام بمقاول من قال مقاول من من القطاع الخاص ويتبع إلى أحد الميليشيات بشق طريق بحجة توسيع الطريق بالموصل. نعم. شارع بالموصل، وقام بالتعدي على هذا السور. وهو السور بالأصل مبني من الحجر الحلان الأسمر، وتم القسم من عنده، يعني حسب ما وصلنا قسم من عنده تم بيعه على اساس بناء به، والقسم الاخر تم بيعه على اساس تهريبه الى الخارج. شاهدنا جميعا الدمار الذي شهدته الموصل، الى اي مدى ترتبط هذه المناطق المدمره بعمليات التهريب ويتم التغطيه على هذه العمليات باخفاء هذه ملامح المدينه القديمه؟ اي طبعا، هم كان التعاون بين داعش، حتى قبل داعش كان التعاون مع الميليشيات اللي موجوده عن طريق المافيات، كتعاون بيناتهم يعني مفضوح. كل وسائل الاعلام هنا باوروبا وبالغرب كلهم تناولوا هذه الشغله، كانوا يعني كانوا حتى يبثون صور في وقتها عن التواصل بيناتهم بتهريب الاثار وطمس معالم المدينه. ماذا عن نجف والمقابر الوهميه التي انتشرت هناك؟ نعم، هذه بالاصل مو مقابر، هذه كعكه جديده راح يكون تقاسمها بين المتنفذين هناك، وتغطيه لطمس مقبره وادي السلام، لانه مقبره وادي السلام انتهى يعني تقريبا انتهى مفعولها، فلا باس ببناء مقبره جديده وطمس المقبره القديمه. هذه كعكه جديده اللي تقاسم نفوذهم، تقاسم الأرباح بيناتهم. ما دور الميليشيات في عمليات تخريب الآثار في العراق؟ أختي العزيزة، هم يعني دورهم كبير، هم أصل المشكلة. هم يسيطرون على المواقع الأثرية، هم يسيطرون على المنافذ الحدودية، هم يسيطرون على المطارات، هم يسيطرون على كل المناطق الحيوية بالعراق. لذلك هم يتخادمون مع المافيات في التهريب. التهريب يتم عن طريقهم الى الاردن والى لبنان والى الامارات، وهناك بالامارات تلاقين مواقعهم موجوده، تعرض هذه بشكل علني، يعرضون الاثار للبيع.
هنا نتحدث عن الهدف من محو ملامح الحضارة العراقية وهذه الأثار القديمة، خاصة إذا تحدثنا عن الموصل، الكثير من المناطق التي دمرت أو التي تمت إزالتها بعد الحرب مصنفة ضمن لائحة منظمة الأمم المتحدة للثقافة اليونسكو. صحيح صحيح، هي هذه جزء من كسر نفسية الفرد العراقي. يحاولون هزيمة المواطن العراقي أو الفرد العراقي أو الشخص العراقي من الداخل. هي ما شملت بس الموصل والنجف، هي شملت حتى بغداد، شملت بغداد. يعني سواء الذائقة تغيرت أنه يفتحون مياه المجاري على خان مرجان، أو تغييرات في شكل البناء اللي هو أثر، يغيرون شكله. بانوراما القادسية كما نقل مراسل قناة CNN، تم صبغ البانوراما بصبغ عادي وتم يعني إتلافها. هم يعني الذائقة إضافة إلى الحقد الموجود على تاريخ العراق. هل من سبل لاستعادة هذه الأثار أو الحفاظ على ما تبقى منها، سواء نتحدث من جانب حكومي رسمي أو من قبل منظمات المجتمع المدني والإعلاميين؟ لا أعتقد أنه الآن، للأسف لا أعتقد الآن أكو مجال لإنقاذ الآثار العراقية في ظل تهاون الدولة، والجميع الآن ملتهي بصفقات الفساد وبالمناكفات السياسية ومسرحية انتخاباتهم، ويعني بغض النظر عن التخريب المتعمد والتهريب المتعمد للآثار. هم شاطرين بس بإرسال وفود إلى اليونسكو والتطبيل الإعلامي لإحياء مدينة بابل وإحياء الأهوار وغيره وغيره، ولما تستجيب اليونسكو إلى إدراجها بالآثار يتحولون إلى تخريبها وتهريبها وتدميرها. هذا شغل. شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلامي مظفر الخميسي، حدثتنا عبر سكايب من أمستردام.